ذنوب ما أصلي. استحل وجهك، كيف رجال شنب عاقل بالغ مسلم تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تصلي، يشوفونك اللي غير المسلمين، تخيل أنت مسلم يشوفك واحد مو مسلم وأنت ما تصلي، يقول هذا الإسلام حقهم تعب. عيب. حي على الصلاح يا الفلاح. يا عين، وأعطاني فلوس وأعطاني جيكيت وأعطاني خاتم وأعطاني هذه الأشياء كلها وحرم غيري. غيرك هناك يأكل ورق الشجر عشان يشرب مويه، يأكل ورق الشجر عشان يشبع، وأنت الله كرمك وميزك وأعطاك ونعمك ما تصلي. بعضهم يقول يا رب ارزقني، هو ما يصلي. يا رب عطيني الصلة. إيش معنى الصلاة؟ افهم افهم الصلاة. إيش معنى الصلاة؟ الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. تخيلوا هذه الصلة، أنت قاطع الصلة هذه، شوف هذه الصلة أنت قاطعها. يعني مثلا سلك شاحن، أنت شابكه في الفيش، حلو، يوصل لك إيش؟ شحن، يشحن لك الجوال. لكن لو مقطوع السلك هذا ما يوصل، فأنت قاطع الصلة بينك وبين الله. كيف تبغى ربي يوفقك؟ وأيضا أزيدك من الشعر بيت، وهذا سر بيني وبينك، اسمع اللي تسمعني طالع في عين، اسمع، أقسم بالله لو عندك ذنوب إلين السماء زي البحر، بقى ذنوبك زي قطرات الماء هذه كلها، تستغفر وتتوب وترجع لله، إن الله يقبلك ويبدل سيئاتك حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إيش يقول الله تعالى؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.